والله يعني جميل جدا ان الناس دايما تنهي علاقتها ببعض وعلاقة العمل باحترام وتقدير وانا بشكره لغايه دلوقتي يعني بشكره صحيح. طبعا مدرب هايل مدرب هايل هايل صحيح كابتن طبعا عبد الحليم شخصيه طبعا. محترمه جدا يعني طبعا طبعا يعني طبعا رحتوا لفكره الكابتن طارق العشري واحد من المدربين الكبار اصحاب التاريخ الكبير ومدرب يعني اصبح دلوقتي ليه مدرسه تدريبيه تعتبر يعني انا بقول ان هي يعني تنسب لي مدرسه التنظيم الجيد ومدرسه الـ 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 الواقعيه انا اسميها مدرسه الواقعيه. ايه اهداف حضرتك السنه دي؟ هل حضرتك عملت تارجت او اهداف للكابتن طارق العشري السنه دي؟ بص حضرتك انا كان عندي مشكله جامده جدا الفرقه دي كان فيها حوالي 7 لعيبه اعراض وفيها 2 خلاص يعني كان فيها عبد الكريم الوادي فاضل له سنه وكان رجب نبيل ماضي بره فاذا كان عندي 9 لعيبه عصب الفرقه خلاص راح مني واللعيبه المعارضه طبعا حضرتك عارف اللي هم مش تحت سيطرتك لان ممكن يعني يروحوا لنادي ثاني او النادي بتاعهم يشاوم بيهم على لعيبه ثانيه او يفاضل بينهم وبين لعيبه ثانيه فاذا هو مش تحت ايدي انا مش ماسكه يعني وكانت برضو مبادئهم كانت عاليه قوي وكانت الخطه بتاعتي مش كده فانا لما حصل اللي احنا فضلنا يعني الكابتن عبد الحميد يعني مشى وكلمت طارق عرفت ان طارق ساب الجيش كلمته قعدت معاه وشرحت له ظروف الفرقه كلها قلت له طارق انا ظروف الفرقه عشان قبل ما تاخد قرار وقبل ما تقول لي او لا دي ظروف الفرقه كلها 1 2 3 بورقه والقلم في مكتبي قال انا موافق هو طارق على المستوى الشخصي صديقي بقاله 20 سنه يعني فقال لي انا موافق طارق وضعك ايه بالظبط؟ قال لي لا الفرقه كويسه بس انت حسيت ان هو عايز يرجع اسكندريه؟ جاله حنين لاسكندريه؟ هو طارق انا لما كلمته قلت له طارق انا كنت فاكر ان هو يعني بيقول ان هو قدم سالته من الجيش بس ده حاجه روتينيه عشان يستمر في الجيش فانا كلمته طارق انت سبت الجيش قال انت عاوز نجي عندك؟ قلت له طارق الاول بس انت سبت الجيش؟ قال لي عشان مش عايزين نخش في مشاكل قلت له طارق انت سبت الجيش؟ قال لي طب انا عاوز اقابلك النهارده بالليل طارق كل يوم بيقابلني في النادي هنا هو عضو في ده اسمه عندنا كل يوم بيقابلني هنا بيلعب معايا تنس طارق احنا عايزين نتقابل انا وانت في مكتبي فروحنا قعدنا في مكتبي ووريته الفرقه كلها بالاسماء قلت له ده هيمشي وده هيمشي وده هيمشي وده هيمشي وده هيمشي قول لي يا طارق انت عايز ايه وهتعمل ايه؟ قال لي لا انا هشتغل معاك وهتدعمني وهبص على الناشئين وهعمل وهنزل الملعب وبص وانا معاك ما خدناش 48 ساعه كنا مخلصين كل شيء ونزل الملعب على طول بص على اللعيبه وهو بقى عامل حاجه كويسه قوي ان هو ابتدى يهتم بالناشئين طلع يعني قال لي هعمل فريق موازي طلع عيال ولاد من 2001 و2003 وعمل فريق امل ودلوقتي بيلعب معاه فوق في الفريق الاول 4 5 ناشئين هو ده يعني قمه النجاح حاجه جميله وبعدين ابتدى بقى يجيب لعيبه مناسبه ليه ما بقاش يدور على اللعيبه النجوم يعني جاب 2 من درجه ثانيه وجاب 2 من مش عارف جاب 2 عمل فرقه يعني عارف انت حضرتك الفرقه دي لو ربنا كرمنا وكملت معانا بالطريقه دي هتبقى فرقه جامده جدا فرقه هايله يعني اتفرجت عليهم امبارح فرقه جميله جدا يعني بشهاده الجميع وحسب فكره لان انا عندي مدرسه اذا انا اجيب المدير الفني هدي له كل الصلاحيات صحيح اعمل كل اللي انت عايزه اللعيبه هجيب لك انا عرضت عليه لعيبه غاليه جدا ما رضاش ولعبت عرضت عليه لعيبه يعني مشهوره جدا ما رضاش قال لي هو بيختار لعيبه معينه اللي تناسب السيستم إيه بالظبط كده فقلت له انا موافقك قول لي انت عايز مني ايه وانا اعمل لك انا بسمع عليا هتقول لي اللعيب ده انا هخلصه سيبني التفاوض المالي انا هخلصه يعني مش حقيقي ان انت نزلت بميزانيه فريق الكوره لا خالص كلام مش حقيقي لا خالص اللي اختاره طارق انا نفذته صحيح انا الحقيقه عايز احييك على اختيار الكابتن طارق العشري غير ان هو يعني مش غريب على على الاسكندريه لكن مدرب كبير بص حضرتك هو مفيش حاجه اسمها خفضت بزياده الكوره في حاجه اسمها انت عاوز التارجت ايه انا متفق مع طارق ان احنا هنبقى في المربع الذهبي طب انا شاطر وجدع ان انا اوصل التارجت ده بقى لي تكلفه طب انا ليه اصرف كتير وعاوز انت مش شايف حضرتك ان ده ممكن يمثل ضغط كبير جدا على الكابتن طارق حته فكره المربع الذهبي في ظل دلوقتي وجود فرق ده هو اللي قال لي انا هلعب على المربع الذهبي هو بيقدر كابتن طارق بيعمل من فسيخ شربات زي ما بيقول هو طارق عنده طموح غير عادي يعني انا شفته امبارح في الماتش بتاع الماتش الودي اكنه بيلعب ماتش رسمي ما قعدش لا ما هي كده ما قعدش بقول لك ماتش رسمي ما قعدش وعينه كل لعيب فطب انا ابقى انا جدع لو انا وصلت للدرجه اللي انا عايزه اللي انا حققت اللي انا في المربع الذهبي او خامس تكلفه قليله ما دي شطاره